أهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم الاثنين 9 من شهر ذي الحجة، الوقوف بعرفة اللي هو ركن معروف من أركان الحج، فربي بلغ المقصود بالنسبة لحجاجنا الميامين. وموسم حج في ظرف استثنائي جدا نظرا لجائحة كورونا اللي هي عصفت بالعالم الكل، هذاك علاش الصناعي ذي الأضحى باش يكون بمميزاته وخصوصيات اللي هي خصوصيات كبيرة، باعتبار أنه باش يكون مضيق، وهذا من باب الوقاية خير من العلاج، من باب كوننا نحميو روحنا نحميو العزيز علينا. اليوم ما عندناش حل إلا الالتزام بالبروتوكول الصحي والتقيد أيضا بتوصيات وزارة الصحة اللي ما قيدش في منظومة إيفاكس، يمشي يقيد وربي يرفع علينا الغمة، ربي يرفع علينا الوباء، هذا اللي احنا نتمناه. وما دمنا في ذكرى الوقوف بعرفة، فإنه أحسن دعوة ندعيوها كون ربي يرفع علينا الوباء وربي يرحم الناس اللي فقدناهم بمناسبة الكورونا وبمناسبة الجائحة هذه. كيفاش باش يكون الطقس في أيامات العيد؟ قاعدين نعيشوا في العديد من الظواهر الجوية، أبرزها تواصل هبات رياح القوية كما قاعدين تشوفوا توا. الحاجة اللي ثمنوها كونوا الرياح إن شاء الله باش تقلص الفاعلية نتاعو بداية من غدوة نهار الأربعاء نهار الخميس، باش يكونوا معنيين بهبات رياح في أغلبها من بين 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة، بحر في أغلبه مضطرب إلى قليل الاضطراب. والحاجة اللي ثمنوها كونوا غدوة درجة حرارة باش تتواصل في مستويات عموما مقبولة. هذه هي الأرقام اللي عادة ما تميز شهر جويلية، نتوقعوا كونوا درجة حرارة بالشمال بالمرتفع وفي الولايات الساحليه الشرقيه باش تتراوح في اغلبها من بين 30 حتى 35 درجه، قد تكون من بين 35 ل 40 في بقيه الجهات، ما فما حتى شيء ممكن يشكل خطر فيما يتعلق بمؤشر الحراره. والطقس في اغلبه باش يكون صافي الى قليل سحب على كامل البلاد. ديما ناكدوا على الالتزام بالبروتوكول الصحي، ظرف راو صحيح اللي هو استثنائي، انما العيد يتعاود والعباد هي اللي ما تعاودش، هذاك علاش ديما ناكدوا كونه الاحتفالات لازم تكون مضيقه. اليوم الحمد لله فما برشا حاجات نجمو نعيدوا بها على الناس العزيز علينا، فما سكايب، فما الاليات نتاع التواصل الاجتماعي، فما تليفون، ان شاء الله تفل كورونا ونرجعوا لحياتنا العاديه. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير وربي يبقى لنا ستر.